فخط أبو طلحة خط على الفراش الذي عليه النبي، ثم حمل فحفروا ثم حملوه فنزل في قبره العباس وعلي وأبناء العباس، وشقران كان معه قطيفة حمراء للنبي كان يلبسها، وهذا حديث صحيح، فوضعها تحت النبي. كره شقران من حبه في النبي أن يلبسها أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فلما وضعوا القبر ودفنوه صلى الله عليه وسلم وخرجوا، رأت فاطمة أنس بن مالك الصحابة، قالت له: أطابت أنفسكم أن تدروا التراب على رسول الله؟ تدروا التراب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأجهش الصحابة بالبكاء. كيف تحمل الصحابة تلك الليلة؟ فقال أبو بكر الصديق لعمر: نذهب نزور أم أيمن حاضنة النبي، وفاء بالنبي، فكان النبي يزورها. فلما رأت أبو بكر وعمر بكت، فقال أبو بكر: إن الرسول في خير، ما عند الله خير؟ قالت: أبكي على الوحي الذي انقطع. فبكى أبو بكر وعمر وأجهشوا بالبكاء. فلما ذهبت فاطمة بابنها الحسن والحسين إلى صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، رأت صفية فاطمة والحسن والحسين، وكان النبي يحبهما ويقبلهما ويشمهما ويحب فاطمة، قالت: ألا يا رسول الله، لقد كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا، وكنت بنا برا رحيما نبيا، فليبكي عليك اليوم من كان باكيا.